يقول: هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة؟ أرجو إفادتنا، حيث أن هذا الأمر ملتبس علينا، وهل يفرد أيضا أو يخصص بعمرة أو زيارة للمسجد النبوي فيه؟ شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كان هذه الأمور تفعل في الجاهلية فأبطلها الإسلام. فشهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بشيء من العبادات، فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها فإنه يكون مبتدعا، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادات توقيفية لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة. ولم يرد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة. أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع، لأن رجب كغيره يدخل تبعا. أما أن يخصص رجب بعبادة منفردة دون غيره من الشهور فهذا من البدع المحرمة التي يأثم بها الإنسان ولا يؤجر عليها. نعم، جزاكم الله خيرا.